دايما بنقول ان المناطق اللي ممكن تكون كانت لفترات محرومه من الخدمات وابتدت توصل لها الخدمات بنقدر نكتشف فيها مواهب مدفونه وجواهر كده لسه محدش عارف عنها تفاصيل كتير. عندنا مواهب كتير بيتم دعمها وبيتم اكتشافها موجوده معانا هنا في طابا يا شاذلي، سواء في الغنى او سواء في الشعر او في الالقاء كمان، كلها باللهجه البدويه وكلهم من ولاد طابا ومن ولاد سينا. صح، معانا منورنا ومشرفنا النهارده اروى. صباح الخير عليك يا اروى. صباح النور. ومعانا كمان علي حسن شاعر بدوي، اهلا وسهلا يا علي. ومعانا كمان حسان محمد مطرب بدوي، اهلا يا حسان. يا اهلا بيكم، منورنا. منورك. طب طيب يا شباب نبتدي معاك يا اروى بقى، انت عندك كام سنه؟ انا عندي 14. 14 سنه وبتغني بقالك قد ايه؟ من وانا عندي 6 سنين كده. ازاي كنت قاعده كده وبتغني فقالوا لك في البيت صوتك حلو سمعينا، ولا عملتيها ازاي؟ كانت اول اغنيه كانت ليالينا وبابا سمع صوتي. كنت بتغني ليالينا وانت عندك 6 سنين؟ الله عليك. والله هو احنا سمعناه في البروفه ده ما يقولش خالص السن ده، وما يعني كلمات وكاداء، لا اداء مطربه يعني. ربنا يخليك. اداء مطربه محترفه كمان. ربنا يخليك. طيب هتبتدي معانا بايه؟ أغنية الطابة. تمام يلا. تعالوا معا إذا الليل طاب نهنئ مصر بعودات طابة. تعالوا معا إذا الليل طاب نهنئ مصر بعودات طاب. يعود الوليد إلى أمه تحن الضفاف إلى دمه. فيهدأ بالدفء في حلمه. كفى يا حبيبي كفانا اغترابا. وهيا معا إذا الليل طاب نهنئ مصر بعودات طابا. غني ليالينا وهي عندها 6 سنين. لازم تعمل صحيح. كده عندها 14 سنه. ايه الجمال ده ما شاء الله عليك. ربنا يخليك ما شاء الله. يا علي عامل ايه؟ علي الحمد لله كويس. كويس الحمد لله. سمعنا انك عندك موهبه القاء شعر، مش مجرد بس بتقول شعر عادي، لا عندك كمان اداء وانت بتلقي الشعر. فعايزين نسمعك. ماشي. انا هقول قصيده في حب مصر. يلا بينا. يا مصر انا قلبي عليكي مقدرش انكر اني بحب كل شيء فيكي. ده لو كان ماليش خاطر عنديكي يبقى انا مستغني عن كل شيء ليا فيكي. بناديكي يا مصر انا جنودك، انا امنك، انا جيوشك، وانا الساجل لاجل عيونك، وانا الساجل لاجل عيونك. كتير لفت ولا عمرها في يوم جفت، وانا القطر اللي عدى ولا وقف ولا هدى. انا اللي رفعت بيدي دول رايتك، انا عزمك، انا ارادتك، وانا الدمعه اللي دفيانه بين جفوني حيرانه. قوليلي بس يمانة بانهي عين شايفانه، بعين الام يمانة ولا انت منا زعلانه؟ لا يا امي، لا يا امي ما تزعليش، ده انا برضو بسمه امل، انا اجتهاد انا عمل، ما انا خلاص شبابي اكتمل، انا شعله عزم واراده وامل. يا ناس، يا ناس دي امي، يا ناس دي وطني، يا ناس دي بلدي، يا ناس دي امي، دي وطني، دي بلدي، بلدي اللي رسمتها بيدي دي بقلمين، وحبها اللي معشش في قلبي ما بين اذين وبطين، ونجمها العالي في الافقين، ونيلها اللي بيجري في دمي من المخ للرجلين. ما هو انا ومصر ما بينا حب العاشقين، انا وهي قدر واحد ومش قدرين، ده طول ما في العباد حد ملوش قلبين. فانا وانت يا مصر قلبه انقسم نصين، قلبه انقسم نصين، قلبه انقسم نصين. الله عليك يا ابني. طب حسين ازيك؟ الحمد لله والله كويس. حسان انا سمعت ان انت بتغني بدوي وبتغني عادي، تبتدي بالبدوي ولا تبتدي بالعادي؟ بالوطني. يلا.
يا أغلى اسم في الوجود، يا مصر اسم مخلول الخلود، يا مصر يا أغلى اسم في الوجود، يا مصر اسم مخلول الخلود، يا مصر نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر يفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان، يفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان، ومهما كان انت مصر وكل خطوه بنصر، ومهما كان انت مصر وكل خطوه لمصر، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. تحيا مصر يا حسام بيك والله. هنرجع لك تاني عشان نسمع منك حاجه كده في الكلوريه كده، عشان سمعتك قبل كده فعايزين نسمع الناس. اروى يعني السؤال ده ليكوا كلكم، يعني المحافظه هنا بتدعمكم ازاي؟ يعني اي حفله رسميه بتجيبنا، تمام، الحفلات المهمه بتجيبنا وكده، ويعني طيب بتحسي بايه بقى لما تلاقي نفسك تلعب في التلفزيون في وسط اصحابك وفي وسط قرايبك وتلعب بتغني في صباح الخير يا مصر، حفله رسميه النهارده رفع العلم، يعني مراسم كبيره وحفله كبيره ومنقوله من خلال التلفزيونات، بتبقي حاسه بقى ماشيه في المدرسه كده انا اروى يا جماعه وبعرف اغني والناس شايفاني مهمه؟ لا والله مش كده، انا عادي يعني بتعمل في العادي خالص، مفيش الكلام اللي هو التكبر وبتاع، لا ابدا يعني انا لا التكبر غير الفخر، لما تبقي فرحانه كده وبنفسك ايوه. لا طبعا انا طبعا يعني مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده وشرف ليا لا احنا لسه مش بنختم، لا ده احنا لسه هنسمعك. لا نغني الاول نيس. يلا سامعين ايه حاجه وطني برضو ولا يلا اللي جاهز عندك احنا هنسمع، يعني احنا قاعدين معاكي. في مصر تتحدث عن نفسها، عظيم، تمام يلا بينا. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبنات الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، أنا تاج العلي في مفرق الشرق وتراته فرائض عقدي، إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي. هايلة هايلة يا رب. طيب علي سريعا كده في كلمة واحدة، انت الشعر اللي انت بتقوله ده انت حسه وفهمه ولا انت بتلقيه بس، يعني انت بتشارك في كتابته ولا حد بيكتب لك وانت على اساس كده بتقول؟ لا انا بجيب من على النت، وبقى انا وماما بنقعد يعني ايه نحفظ فيه، وبيقول لي ده تعلي فيه وده توطي فيه وكده. وجه تحية لماما بمناسبة عيد الام كمان، عندك الفرصة. يلا يا حسان هتغني لنا ايه؟ بدوي بصوا في دقيقة عشان بس عندنا موجز. يا ليالي يا ليالي قالوا إن الحب حالي، والسباب في ضيق حالي، يا ليالي يا ليالي يا ليالي خبريهم إن قلبي ما نسيهم،
كبر الظالم بحالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي قالوا إن الحب حالي والسبب في ضيق حالي يا ليالي يا ليالي. هايل 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 ما شاء الله عليكم بجد والله، يعني حاجه تفرح وحاجه تشرف. نماذج لسه صغيرين كمان، فما شاء الله لسه العمر قدامكم يعني طويل. فاحنا بنشكرك شكرا جزيلا طبعا على وجودكم معانا، وكل التوفيق ليكم في اللي جاي. اروى صالح مطربه، وعلي حسن شاعر جميل، وكمان معانا حسان محمد المطرب البدوي الجميل. شكرا جزيلا لكم.